بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. ازيكم يا جماعه؟ وحلقه جديده والايام الغاليه الجميله، ايام الرضا وايام العطاء والعتق من النار واجابه الدعاء. الله يفتح علينا في الليالي دي ويفتح عليكم ويستجيب دعائنا ولا يرد لنا دعوه ويبلغنا كلنا كده والناس اللي معانا ليله القدر، كل من كان معنا في هذه الرحله مشاهدا او مشاركا يا رب يبلغنا ببركه هذه الليالي ليله القدر ويفكرنا بها يوم القيامة أن احنا السنة دي إن شاء الله نشهد هذه الليلة ويتقبل منا. العبودية، منزلة العبودية ومنزلة العبودية في الحياة، اتكلمنا في العبودية مع الله، اتكلمنا في العبودية مع الناس، والآن العبودية في الحياة كلها. إزاي تعيش عبد لله؟ كلمة العبودية في اللغة يعني غاية الحب مع غاية التذلل والخضوع، خاضع جدا. أنت عايز إيه يا رب؟ أعمله، وكمان بحبك قوي. صعب قوي إنك تجد حد ممكن تجمع فيه غاية التذلل والخضوع مع غاية المحبة. ممكن تحب بني آدم قوي بس مش هخضع له قوي، وممكن مضطر تخضع لبني آدم قوي بس ما بحبوش، لكن أن يجتمع الاثنين مع الله وحده. عشان كده العبودية كلمة ما تنفعش غير مع الله، لأن معناها غاية الحب مع غاية الخضوع. ومن خضوعك ليه أنك تعبده على مراده هو مش على مزاجك أنت. ياما ناس عايزة تعبد ربنا بس على مزاجها هي، هو قاعد في المسجد فاشل مش ناجح وعابد لله. مين قال لك انت كده بتعبد ربنا على مزاجك انت؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هو ده الايمان الحقيقي، هي دي العبوديه الحقيقيه. فين الخضوع؟ غايه الحب موجوده، بس فين غايه الخضوع؟ الخضوع يعني مراد الله مش مرادك انت. هو عابد لله، مصلي ما بيسيبش صلاه وبيعمل الناس وحش، مش غايه الخضوع. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معقولة يعبدون هنا يعني نقف نصلي طول النهار؟ طب ده هي الصلاة كلها يعني 20 دقيقة في اليوم، ولو هتذكر ربنا 20 دقيقة تانية في اليوم، طب وبقية ال 24 ساعة؟ يبقى معنى يعبدون هنا أنت مش فاهمها صح. يعبدون هنا لها معنيين: عبادة تقديس، صلاة وصوم وذكر، وعبادة تعمير، تعمر له في كونه. فمن عبوديتك لي على مراده هو إنك تصلح له في أرضه. قمة العبودية إنك تحسن في إعمار الأرض، ولازم تحسن لأنه لن يقبل منك إنك بتعمل أي كلام. عبد محسن فعمال يصلح في أرض ربنا ويعمر في أرض ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة، يوم القيامة أنت شايفه خلاص، ده يوم القيامة، وفي يد أحدكم فسيلة زرعت نخل، فإن استطاع ألا تقوم القيامة حتى يغرسها فليفعل. أنا كنت متخيل النبي يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليلقها ويسجد لله. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليلقها ويمسك المصحف يقرأ القرآن فليغرسها. ليه يا رسول الله؟ أصلاً دي ما حدش هيلحق يأكل منها، لأن النبي اختار كلمة فسيلة. عشان تطلع النخلة محتاجة 10 سنين، دي مش هتطلع بكرة، ده كل القيامة قامت وإحنا خلاص. طب ليه يا رسول الله؟ أنت شغلتك تصلح في الأرض، مالكش دعوة بالنتائج. وكأنه بيقول لك حتى والقيامة بتقوم تصلح، فما بالك في الحياة العادية؟ عشان ما حدش يبقى له حجة ويقول ما هو الإصلاح مش نافع، ده لو يوم القيامة في أكتر من كده تصلح. أنت فعلا عبد لله تحب تشتغل عند ربنا؟ أصل قمة العبودية أنا بشتغل عندك. أما كلمة حلوة بشكل، وإن السي في بتاعك محطوط فيه السيرة الذاتية، يوم القيامة كان بيشتغل عند ربنا. جميلة قوي. عشان كده الحلقة دي ما كانش ينفع نبتدي بيها، في الآخر بعد ما تعيش الروحانيات تحب تشتغل عند ربنا؟ مش تزودت روحيا؟ مش عشت التوكل واليقين والتسليم والذكر؟ طب ما أنت ليه ما تشتغلش عند ربنا؟ يحسن حد يفتكر ان انا عشان اشتغل على عند ربنا يعني معناها لازم اشتغل داعية اسلامي؟ لا مش هو ده ابدا. هو ايه اللي بيشتغلوا عند ربنا؟ يعني ايه 20 بني ادم في أمة المليار وشوية؟ لا، ربنا عايزنا كلنا نشتغل عنده. يعني ايه؟ يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة تقديس، بنعبدك يا رب في رمضان، وعبادة تعمير. لا يا رب، أنا مش بشتغل الشغلانة دي عشان أكل منها عيش وبس، ده أنا باكل منها عيش
وعايز من خلال البيزنس بتاعي أخضعه ليك وأبقى خاضع ليك، بعبدك إن أنا بشتغل عندك من خلال المهنة دي. أنا يا جماعة أحكي لكم عن نفسي في حاجة، أنا جنب الدعوة إلى الله شغال في بيزنس خاص بكون منه عيش، عشان أنا مش عايز أصرف على 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 نفسي وعلى أولادي من رسالتي الدينية. ممكن مش حرام يعني، بس أنا مبسوط كده، أنا عايز أعمل كده. فعندي بيزنس خاص. اليومين اللي فاتوا عمال أقول يا سلام لو ألاقي بيزنس له علاقة بالبيئة، نفسي أحسن وإن أنا أعمل حاجة أكل منها عيش ويكون لها بيئة، عشان أقول له يا رب أنا عبدتك بدي، بس أنا عايز أعمل بيزنس، بس عايز أعبدك بدي. نيتي كده يا أخي، والصحابة كانوا تجار نيات، يعمل العمل الواحد ولو في 5-6 نوايا علشان يحس إن هو عبد لله. يا ترى يا جماعة ممكن تكون في الليالي دي، لو الليلة دي من ليالي القدر، ممكن ناس كتير بيسمعونا يتحولوا، ناس بيشتغلوا عند ربنا أعلى حاجة. يقول ابن القيم: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. يا الله، عايزة تعرفي مقامك قد إيه؟ شوفي حطك في إيه؟ هلوك فكرة دمها خفيف جدا. إيه الفكرة؟ فكرة أنا بنيها على آيات قرآنية، بس هي أنا بعد كده فيها خيال من عندي. الآية القرآنية بتقول: إن كل شيء أنزلناه بقدر، محدش يتواجد في الدنيا إلا علشان يعمل دور اتخلق عشانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنتوا فاكرين إن أنتوا جايين الدنيا كده؟ ده ما فيش حد اتخلق إلا ومتركب جواه موهبة عشان يصلح حتة في الأرض. إيه ده؟ فرعون بيقول لموسى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إداله الإمكانيات اللي تهديه يقوم بالدور اللي هو ربنا عايزه يقوم بيه. مفيش لطير ولا نملة ولا حشرة ولا وردة، فما بالكم ولا بني آدم في هذا الكون إلا وله دور. مفيش عبث. أديكوا حاجة مثل يفهمكوا الحكاية دي أكتر، أنا دايماً بحب أشرح ساعات بالحاجات دي. بص اللوحة دي، اللوحة دي مصفوفة، كأني بتخيل، ده خيال من عندي، إن الكون كله متقسم في شكل ماتريكس مصفوفة. يا عبد الله، الطول والعرض، الماتريكس دي طول وعرض. بالعرض أنا بتخيل أسامي الكائنات، طيور اسمك بقى موجود، اسمك واسمي واسمك، وبالطول الوظائف اللي ربنا خلقك علشان الكون يتصلح. فهمت؟ فاهمة يا عبد الله؟ واضحة؟ وتخيل بقى مين بيأدي دوره. ففرح بتأدي دورها اللي اتخلقت عشانها على متصح. فلان ما بيأديش دوره وبيفسد في الأرض، علامة إكس. في حتة غلط في الكون بسبب واحد ما بيعملش دوره، وفي خانة فاضية للأسف ما ملاش مكانه، وفي فلانة هبة ما شاء الله صح، فرح صح، عبد الله صح. انت متخيل الفكرة دي؟ انت متخيل الكون كله؟ معلش تخيل معايا كده، الكون كله كأن فيه حاجة ما يعرفش كمبيوتر يعملها، لا يعلمها إلا رب العالمين. الكائنات بأساميها، بالطير، بالسمكة، بالحوت، بالنسمة، الهوى، بالبني أدمين، بيكي، بي، أسامينا موجودة. ما اتخلقتي الصدفة، والموهبة اللي تركبت جواكي هي جزء من الأداء الدور عشان الأرض تتعمر، علشان هو ربنا يريد إلى يوم القيامة أن الأرض تتعمر. عشان كده النبي قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، شغلتك تعمر فيها. عبد ولا مش عبد؟ عبد، قوم بدورك. ويا بختك لو بقيت شغال عند ربنا، ويا خسارة ما انت عملت نفس الشغل ونفس الجهد، ليه ما خدتش نية تخليها لربنا وتبقى شغالة عند ربنا ويتحط يوم القيامة كان بيشتغل عند ربنا؟ يا ابني ما انت تعبت نفس التعب وخدت الفلوس وربنا هو اللي كاتب لك الرزق ده، ليه ما خليتش نفسك عبد مصلح محسن؟ شايف الماتريكس دي؟ فهمتوا الفكرة؟ يا ترى يا جماعة انتوا حاطين علامة صح ولا لا؟ لا بجد، الناس اللي بتشوفني عايزك تغمض عينيك تتخيل ان اسمك مكتوب هنا. يا ترى انت حاطط صح ولا غلط؟ الشيطان عايز يهد الماتريكس، مش كده؟
الشيطان عايز يهد المصفوفة دي، وربنا عايز المصفوفة دي تقوم والأرض تتعمر. يا ترى أنت مع ربنا ولا مع الشيطان؟ أنت بتهد فيها ولا بتعمر فيها؟ يا على المعنى، شايف الشكل؟ ها لازم ترد أنت حاطط صح ولا لا. الناس أربع أنواع: واحد عبده محسن، ده صح الصح، واحد مفسد ولا عياذ بالله، واحد سايب مكانه فاضي، واحد عبد بيصلح بدون إحسان، ده أسوأ ما عنده. أنت أنا في واحد في الأربعة صحيح؟ أنت أي نوع في البشر الأربعة؟ أنا إن شاء الله أتمنى وأدعو الله أن أنا أكون النوع الأولاني، عبد مصلح. دي الفكرة. يا ترى في ليلة القدر هتتحول إلى عبد شغال عند ربنا من خلال وظيفتك هي ما تغيرش حاجة؟ طب فضل حتة، أنا عايز أسمعكو، أنا عايز أسمعكو كل واحد هو يحكي عن نفسه عشان الناس تسمع ناس زيها، مش واحد بيقول نظرية. أنا دلوقتي بقول فكرة، وفي الآخر أنا بتعبد إلى الله بالدعوة اللي أنا بعملها. بس ممكن أغلب الناس تقولي ما هي ما أنت داعية إلى الله، لكن الناس اللي زينا أنا مش زيك وما عنديش إن أنا أشتغل داعية إلى الله، عشان كده لازم أنتوا اللي تقولوا. بس قبل ما تقولوا عايز أقول ثلاث حاجات. أعرف إزاي أشتغل عند ربنا. واحد، شوفوا حطك فين في الحياة. حطك دكتور، صلح عند ربنا من الحتة اللي حطك فيها. حطك مهندس، حطك كذا، حطك كذا، أدي أول حتة تصلح بيها. تاني حتة تصلح بيها موهبتك فين؟ إيه نقطة التألق اللي state of flow زي ما علم النفس الإيجابي، منطقة التألق بتاعتك اللي هي بتنسى فيها الأكل والشرب وتنسى فيها الوقت والتعب وتتدفق فيها، هي دي يبقى ربنا حطها جواك. موهبتك هبة من الوهاب، اتسمت موهبة عشان هي جاية من الوهاب، تحسن فيها وهي يبقى عايزك تعبده بدي جنب شغلي، ممكن جنب شغلك. طب وإيه تالت واحدة؟ لو لقيت خانة فاضية محدش بيملاها وتقدر تملاها ملاها. يا الله، يقول مصطفى صادق الرفعي: إذا جئت في الحياة ولم تزد فيها شيئا كنت أنت زائدا على الحياة. لو جيت الدنيا وما زودتش فيها حاجة بقيت أنت زيادة، يا بعيد امشي. بقيت زيادة على الدنيا. ها دول التلاتة اللي أعرف مكاني فيهم فين في الدنيا. حطك فين في شغلك، في مهنتك، موهبتك فين، الحتة اللي بتبدع فيها. والنبي كان بيعمل كده. خالد بن الوليد مالكش دعوة أنت بحفظ القرآن، أنت في الحرب، لكن أنت يا بلال أنت صوتك جميل، أنت تأذن، لكن أنت يا أبو هريرة مالكش دعوة بالحرب، أنت تقعد جنبي تسمع الأحاديث عشان أنت عندك قوة ذاكرة، لكن أنت يا عبد الله بن مسعود تحفظ قرآن لأن أنت صوتك في القرآن ومخارج ألفاظك دقيقة 100%، اللي عايز يتعلم القرآن يتعلمه ابن مسعود. فين منطقة تألقك؟ التالتة، في خانة فاضية، حماية البيئة. محدش من المسلمين شغال على الحكايه دي. طب ما دي حته في الماتريكس لازم املاها، انا عايز اعمل فيها حاجه، عايز اتعلم ان شاء الله، اتعلم اخد كورس فيها. حرام الخانه فاضيه، ايتام، عمل خيري، دعوه الى الله بالانجليزيه يا عبد الغني. ايه ده؟ هكذا تملا المصفوفه، هكذا تلقى الله، تقول له عبدتك على مرادك يا رب. غايه الحب مع غايه الخضوع. استفدت من ليله القدر ان تحولت ان انا شغال عندك يا رب. يا رب شغلنا عندك لغايه ما نموت. يا رب شغلنا عندك، يا رب شغلني عندك لغايه ما اموت. الملائكه خافت يكون ربنا زعلان منها، مش هيشغلوا عندهم. قالوا: اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. احنا غلطنا في حاجه هتستبدلنا؟ لا، قال لهم ده خلقي تاني غير خلقكم. قد كده فكرة اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب شغلني عندك. طب ولو ما اشتغلتوش في دي، ولو ما كملتش فيه، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، حيبقوا أحسن منكم. أنا مش حطيتك في دي، امشي من الأرض. قولوا لي انتوا بقى، أنا قلت اللي عندي. والله يا دكتور يا عبد الله، أنا بحكم مهنتي اللي هي الترجمة
في جانبين. الجانب الأول إنه أنا يعني بس إحنا بحكم المهنة نعم. أنا منساعد كثير ناس لنترجم لهم، فمجرد إنه لما تخلص معه إنه يدعي لك إنه الشخص يدعي لك إنه شكرا، تحس إنك أنت ساعدته، تحس إنك أنت هذا الشخص وصلته الفكرة وفهم كويس، هذا اللي بيجعلني إنه تزيد محبتي بهالشغلة وإتقانها وإحسان لهذه الشغلة. عبد الله فضل يدرس سنين طويلة وياخد الدكتوراه لغاية ما أجاد اللغات وبقى مترجم كبير. فدلوقتي شغلته عند ربنا أولا مساعدة الناس، ثانيا قال لك أنا عايز أترجم الشغل ده للأسبانية، أنا هشتغل عند ربنا من مجال الترجمة. مين تاني؟ هبة تفضلي. في مجال يعني كرة المضرب، لما تروح لنادي كرة المضرب تلقى يعني أغلبهم رجالة، يعني يلعبوا مع بعضهم ويلبسوا في تنس كورت يعني ساعات وساعات، وجوجاتهم يعني بتشتكي بالحالة دي. فيعني أنا وياسمين أختي يعني تكلمنا مع مدير يعني النادي، قلنا له يعني لو ممكن نصير أنا وياها يعني كورش مرأة علشان نعلم زوجات يعني التنس، علشان ممكن يلعبوا مع رجال مع رجالة فكده يكون حيطفش رجالة من نادي التنس فكده يكون common activities يعني، ويلعبوا مع بعضهم وكده العلاقة بتتحسن إن شاء الله. وحاجة تانية يا هبة، بأخلاقك وتربيته الجميلة، هبة أنت وأختك متربيين تربية حلوة قوية، أنتوا سفراء لبلدكم، إحنا كلنا هنا تأثرنا قلنا الله المغرب بيطلع بنات بالأخلاق والقيم والنجاح دي. أنتوا بتلعبوا ما شاء الله معاكوا عدة لغات وبتلعبوا أربع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، راكت والتنس وبينج بونج وكرة قدم، ما شفتش بنت بتلعب كرة قدم. الله يرضى عنكم. خدي نية يا هبة إن كل الرياضات دي وكل المواهب دي كي أكون سفيرة، إن دي عبدة لله بصلاتك وعبادتك، فالناس تبص عليك وتقولي الله أما الإسلام حلو بشكل. مين كمان؟ فرح. أنا بشتغل في مجال الفاشن. أكيد ده ملوش علاقة خالص باللحمة. لا شوية يعني. أنا ابتديت في الفاشن الصراحة من زمان قوي، عشان أنا كنت بحس، عشان اتحجبت وأنا صغيرة قوي، وكنت بحس إن دايماً يعني منظور الناس عن الحجاب إن هو لو أنا اتحجبت هبقى مبهدلة قوي، كل حد باباي قعد يقول لي أنت عارفة يعني أنت مش هتلبسي زي صحابك، مش هتعملي زي صحابك. أنا بالنسبة لي دي كانت أتفح حاجة، ليه الناس بتقول كده؟ وبعدين لما ابتديت أتحجب وابتديت أشوف في عيون الناس بجد النظرة إن هما ديفيتد قوي ومهزومين كده، عملت براند وسميته نساء، انا وبارتنر بتاعتي يعني. واحنا هدفنا ان احنا نخلي يعني احنا بنعمل مودست فاشن، ومودست فاشن اللي ما يعرفش انه الفتره اللي فاتت دي بقت واخده برسنتج كبير قوي من الفاشن وورلد وايد، حتى في البلاد الاوروبيه وكده، دي بقت يعني حته من الفاشن كبيره وعماله بتكبر كل سنه. اللي هي ايه بالعربي؟ اللي هي يعني الملابس المحتشمه يعني. ايوه. بس فانا بعمل اللبس ده عشان عايزه اقول للناس انه لا، هو انت لو عايزه تلبسي يعني محتشم اكتر مش لازم يعني ممكن تكوني عشان تتحجبي او لا، الاثنين مش صعب، ومش لازم تكوني مبهدله، ومش لازم يكون شكلك مش واخده بالك من نفسك، لا انت ممكن يكون شكلك احلى، وممكن الحجاب مش صعب زي ما الناس بتعقده، دي المفروض تكون حاجه سهله، ومفروض تكون حاجه بتخلي الواحد يفرح بنفسه. نعم. انا قلت ايه الفرح؟ أنا قلت الفرح أكيد الموضوع ده بعيد جداً، شفت إن أي حاجة في الدنيا ممكن تتوظف، يعني فرح من أقوى الكلام اللي اتقال لغاية دلوقتي في علاقته. شوف إزاي توظف، إزاي تحس إنك عبد لله، أنا خاضع ليك، أنا هعمل لك اللي أنت عايزه، أنا هجمل لك حتة على قدي، بس أحط علامة صح في الماتريكس. شكراً يا فرح. ماجد. يعني أكرمني رب العالمين إنه أكون طبيب أسنان، وانه حاول خفف من الام الناس لما بيجوا لعندي على العياده يتعالج. بتبقى دي نيتك فعلا يا ماجد؟ طبعا، يعني بحس انه كل مريض هيك يعني بيكون موجوع جاي لعندي على العياده، بخفف له بعدين من المه، وبحس انه يا رب ان شاء الله بهذا العمل تكون تقربني يا رب اليك، يعني مراتب ان شاء الله بهذه الحسنه الجميله هي. فاكرمني رب العالمين انه بعدين سجلت براءه اختراع بطب الاسنان، واسست بعدها منظمه اختراعات لتدعم اي شاب مبتكر حابب يعمل براءه اختراع ليطور افكاره ويحصل على البراءه. فبفضل الله تعالى يعني قدمنا ما يقارب 100 براءه اختراع لهلا، وان شاء الله تعالى لسامبلين حتى نبدع اكثر. حافظ على نيتك يا ماجد، حافظ على نيتك كل ما تروح العياده، ان انا بعمل كده عشان اسكن الام الناس، عشان دي معناها ان انت حاطط صح
وان انت واخد النيه واخد ثوابك، لان ممكن مع الاعتياد يحصل شعره انا ابتديتها بنيه وبعدين راحت مني النيه وبشتغل وخلاص وباكل عيش. حافظ عليها، والذكر هو اللي يساعدك انك فاكر انك عبد محسن بتصلح في ارض ربنا. اوعى تفقد النيه دي، وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني، بس الاهم البطوله، واخرجني مخرج صدق. ماجد، مين تاني؟ عبد الغني. سبحان الله، لي 13 سنه تقريبا في المختبر، مختبر في مختبر المستشفى، حسيت انه يا الله انا اسم المستشفى تاني Great Ormond Street Hospital، ولا حد فاهم حاجه يقولها زي الانجليز بالظبط. من اشهر المستشفيات في العالم للاطفال، الله يحمينا واياكم باذن الله تعالى. وزعل مني لما قلت له اشهر مستشفى اطفال في انجلترا، قال لي لا في العالم. فسبحان الله 13 سنه مش عارف يعني وين دوري، بس سبحان الله لقيت سبحان الله ان الله سبحان الله علمني 13 سنه اكتسبت خبره في المجال نفسه، وبعدين حطني من شهر سبحان الله من شهر حطني في نظام المعلومات او تحليل المعلومات اللي اشترتها المستشفى. هذا المستشفى بينظم على العمليات في المختبر نفسه وسير الحركه في المختبر نفسه. فسبحان الله ان الله حطني 13 سنه اكتسبت الخبره من هنا عشان اطور واسخر النظام هذا للمختبر، ومن التسخير هذا غير المجال باذن الله تعالى، بيساعد الفنيين اللي في المختبر باذن الله تعالى يؤدوا دورهم باحسن ما يكون، وباذن الله تعالى من هناك ننطلق مستشفى ثاني بعد الله سبحانه وتعالى. بس في نفس الوقت لقيت زي ما تفضلت الدكتور في خانه فاضيه، خانه اللي تمس المسلمين في المستشفى. احنا ما نتكلم بس عن الموظفين، نتكلم عن الاباء والامهات اللي موجوعين وجع انه ابنهم وبنتهم موجودين فوق في غرفه بالم. نعم. فما هربهم الوحيد في المستشفى المصلى. للمسلمين اللي بيجوا المستشفى من كل العالم العربي والإسلامي. أحسنت. لأن أنا من أكبر المستشفى. نعم. فعملت إيه؟ فوجدت الخانة مش مليانة، يعني في يعني ما شاء الله تبارك الله في جهود، لكن الجهود اكتشفت إن في خانة لازم تتملى. وكتب الله سبحانه وتعالى إني أدخل وأبدأ الخطابة. الخطابة يعني كموهبة مكتسبة ليست فطرية. ابتديت إن كان عندي لغة، أخذت اللغة قلت أوكي خلينا نبدأ باللغة، نبدأ ننقل الكلام العربي الخطاب الديني اللي يمس قلبهم من العربي للإنجليزي. خدت إيه بقى؟ محاضرات الدكتور عمرو خالد. خطى الحبيب وقصص القرآن. بالضبط. وبدأت تنفذها على المستشفى. للمستشفى، سواء كانوا مرضى أو طلبة في المستشفى أو موظفين في المستشفى. في حتة نسيت أقولها على عبد الغني. لما تبدأ بنية حلوة يبدأ ربنا يكبر لك الخانة بتاعتك. سبحان الله. فربنا بدأ يوسع له من المصلى اللي في المستشفى لقناة على اليوتيوب لمساجد، كل ما نيتك صفيت يوسع لك، لأنك بتصلح له في أرضه، لأنك بتقاوم الشيطان. طب خد مساحة كمان لأنك صادق، لأنك فعلا قمة الخضوع مع قمة الحب. فرح هكسبتني آخر واحد. يعني أنا بشتغل في مجال الترفيه أو الانترتينمنت، فطول عمري والله كنت يعني بتضايق شوية من نفسي إنه طب اللي أنا بعمله ده شغلي ده ملهوش علاقة بالعبادة، هو مش عمل خيري. فقعد أفكر طب إيه الكونكشن، إيه الصلة؟ أيوة. فسبحان الله وأنا بتكلم مع حضرتك، لا حسيت وحضرتك بتكلمنا وبتدينا الدروس وكده، قلت طب أنا على فكرة بحتك بأجانب كتير عشان شغلي ما بين الإمارات وإيطاليا ومحجبة، فالأجانب دايماً يقعدوا يسألوني عن حجابي، لأن أنا يعني I stand out، أنا شكلي مختلف، أنا مش زي اللي حتى ناجحة قوي تنظيم معارض تنظيم فنية معارض وعالمية وفينيسيا بالضبط. فأنا تقريباً بحجابي فتحت باب للحوار. الله. يعني أتمنى أن الناس بقت تسألني عن حجابي وعن ديني، وشايفين واحدة محجبة وفي نفس الوقت بتنطط وصوتي عالي وبتكلم مع العمال، ويعني اتمنى بتكلم بطلاقه يعني ان شاء الله، وعارفه عربي وانجليزي. فايه البنت المحجبه العربيه المسلمه اللي عارفه تتكلم مع البشر وفي نفس الوقت ملتزمه وكده؟ ف يعني هم بيحسسوني ان انا عامله بالانس ما بين ديني الحمد لله وما بين ان انا عارفه اتعامل مع الناس وكده.
فحسيت حكي قلتها لي ان انا كاني سفيره، سفيره الدين، سفيره الاحسان. فاتمنى ان شاء الله انا ابقى كده يعني، كده إن شاء اتمنى الله سفيره الاحسان باذن الله يا رب ان شاء كل الله. الناس اللي معانا، واحنا عشان كده جبناكم معانا علشان انتوا عندكم حاجه تقولوها للناس، محتاجين نسمعها ونرفع الروح المعنويه للناس. عبد الله بيرفع روحنا المعنويه كله ببشاشته واصراره ونجاحه. في الاخر يا جماعه عايز اقول لكم معنيين حلوين قوي، مش البطوله انك تكسب الدنيا لوحدها، ولا البطوله انك تكسب الاخره لوحدها. البطوله انك تكسب الدنيا والاخره وتخلي الدنيا مزرعه الاخره، تزرع فيها الاخره وتاخدهم سوا وتنجح فيهم سوا، وتوظف دنياك لاخرتك، وتوظف نجاحك في دنياك ولقمه عيشك لارضاء ربك، وانك تملى الخانات وتنام بالليل وتقول ايوه انا سادت كذا حته قافلها على الشيطان، قافلها على الافساد في الارض، انا بصلح في ارضك يا رب من خلال حتتي على قد اللي عندي. وكل ما تشتغل على المتاح ليك مهما كان قليل، ربنا يوسع لك غير المتاح ويكبرك ويكبرك. يا ناس يا اللي بتشوفونا، ليه ما نطلعش في الليالي الجميله دي ناويين هعبدك باحسان، هصلح حته في ارضك وهستغل موهبتي للاصلاح في الارض. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفريق اللي معانا في هذه الرحلة، سواء تصوير أو المشاركين، كلهم تعلمت معاهم أن دوماً دوماً أعمل الحاجات اللي بحبها وبعشقها ولن أسيبها أبداً، لأن الحب هو الشاحن والطاقة اللي هتخليني أعطي وأطلع أحسن ما عندي. ففي أي مجال هنحسن غير المجال الذي نحب؟ ممكن أقول كلمة من هذا المنبر يعني موجهة لبابا وماما يعني؟ طبعاً يعني بشكرهم كتير وممتنة جداً أنهم مكنونا يعني أننا نمر من هذا المشوار يعني اللي فيه تحدي بين الدراسة يعني وكرة المضرب. فرغم كل الصعوبات كانوا دائما قربنا وبيساندونا في كل الله. كانوا يعني بيحاولوا يعملوا توازن بين ثلاث حاجات يعني الروح يعني الدين والعقل مع الدراسة والكتب قراءة الكتب والجسد يعني مع الرياضة مع كرة المضرب. مش الإحسان ثلاثي؟ دي يعني الإحسان مع الناس مع والله الحياة. نفس الحاجة. أنا شفت باباكم ومامتكم، انتوا نتاج تربية حلوة. الحمد لله. انتوا باين فيكوا انتوا جايين من فين، من قبل ما قابل بابا وماما هم معانا هنا في الرحلة، من قبل ما اشوفهم الناس دي وراها تربية حلوة. الحمد لله. ربنا يبارك لكم بابا وماما ويرضى عنكم. شكرا. انا صراحة بحس انه لازلت يعني ممكن أحسن شيء في تعاوني مع الناس، مع مثلا يعني لو حسنت يعني تواصلي معهم يعني كثير أشياء، لو حسنتها في تعاملي معهم راح أحسن علاقتي معهم كثير يعني. حياة الإحسان مشروع ومنهج بيجمع بين أربع حاجات: فكرة الإحسان ومنازل الروح السبعة وحلاوة ذكر الله وعلم النفس الإيجابي، وفي نفس الوقت بيوصلك للحياة الطيبة، سكينة وطمأنينة وأمان داخلي. هدف المشروع إحياء الإحسان، ثقافة الإحسان، إحيائها في بلدنا ومجتمعاتنا وأمتنا المسلمة.
لو أنت شاب ناجح متميز لأن ظهرت من شروط الإحسان ونفسك تكون جزء من المشروع ده، أو عايز تشارك معانا السنة الجاية في الرحلة دي زي الشباب اللي معانا وتكون معانا أنت السنة الجاية، ابعت لنا فيديو على الواتساب اللي ظاهر قدامك على الشاشة، فيديو من دقيقتين، أنت مين وبتشتغل إيه؟ ليه عايز تطلع معانا السنة الجاية؟ إيه منطقة تميزك اللي تخلينا نقولك تعالى معانا السنة الجاية؟ بس كمان ابعت معاهم صور لعيلتك بابا وماما أو يتصوروا معاك. ليه؟ لأن السنة الجاية هيكون الإحسان في بيوتنا وأسرنا وعائلتنا، عشان نحيي الإحسان جوه الأسرة والعيلة. اللي عايز يشارك يبعت لنا، هنفرح إن أنتوا تكونوا موجودين معانا في رحلة السنة الجاية. إحسان في الحياة ومنزلة العبودية، المصفوفة بتاعت الحياة، وقمت رسمالي المصفوفة هنا الكائنات وهنا الوظائف، وانت المفروض تحط صح وغلط، انت بتقوم بوظيفتك في الحياة ولا لا؟ صح، يا رب يا رب اكون بحط الصح ده. وفي ناس عاملة اكس، وفي ناس سايبة الخانة بتاعتها فاضية، وفي حد دخل مكان واحد وأمالي له الخانة بتاعته. المهم انك تأدي دورك في الحياة وقمت رسمها، اعرفها ازاي، مهنتك ومحيطك، موهبتك، عملك التطوعي، ازاي تطلع احلى ما في داخلك، الذكر، وعيش باحسان، تحفز نفسك ازاي. حطيت انت جماعتي، هي كبيرة اصلها وهي جميلة جميلة جميلة. الله يكرمك ويبارك لك، شكرا، ألف شكر، شكرا يا كاميليا. وصلنا لفقرة الذكر. إحنا عقلنا مكون من حاجتين، عقل باطن ده بياخد 95% من القرارات، والعقل الواعي 5% من القرارات. كل الحاجات الروتينية بتتم بالعقل الباطن. أنت بتغسل سنانك إزاي؟ من غير ما أفكر، ده العقل الباطن لأنه مخزن الروتين. أنت بتسوق العربية إزاي وتروح لشغلك من غير ما تفكر وسرحان، لأنه خلاص عقلك الباطن حفظ الروتين. تخيلوا من غير عقلنا الباطن وحفظ المخزون بتاع الروتين دون، تكون النتيجة إيه؟ يا نهار أبيض، ده إحنا نتعب جداً، لأن تعمل كل حاجة من أول وجديد ده إحنا نموت. طب ما للعقل الواعي يتدخل إمتى؟ 5% بس، لما تكون عايز تغير حاجة مش في الروتين، عايز توقف سجاير، عايز تعمل حاجة، فيبدأ بقى يقول له لأ لو سمحت يا عقل يا باطن اركن انت بقى على جنب، انا بقى عايز اخد القرار، خليني اشتغل بالخمسة في المية بتاعتي. يقوم العقل الباطن يرد عليه ويقول له ايه، انا شغلتي اخزن الطاقة، لان انت لو ما عندكش طاقة هتموت، فوريني بقى يا شاطر هتشتغل ازاي وتاخد وتعمل قرار. القرارات محتاجة طاقة. الذكر بيدي العقل الواعي اللي هو 5% طاقة غير عادية علشان يقدر ياخد القرارات اللي محتاجة تغيير، ويبدأ العقل الباطن يهدى ويقول آه ده صحيح، ده بقى معاه طاقة، طب وليه ما يغيرش؟ ما نسيبه يغير. ويسكن العقل الباطن لأنه مش زعلان، لأنه بدأ يحتفظ بالطاقة. كل ده شغلة الذكر. الذكر بيعمل حاجة تانية خطيرة جدا، من كتر التكرار بتتخزن الفكرة في عقلك الباطن. يا جماعة إحنا تصرفاتنا في الحياة كلها نتيجة اللي متخزن في عقلنا الباطن. هتخزنه بإيه؟ حسب ما هتحشيه بإيه هتتصرف بناء عليه. خزنت الذكر تلاقي نفسك تلقائياً بتحب ربنا، خزنت الاستغفار تلاقي نفسك تلقائياً مش عايز تعمل معصية لأن عقلك الباطن من غير ما تدوس على نفسك، خزنت الحمد لله تلاقي نفسك تلقائياً منشكح ومبسوط ومبتسم وبقيت متفائل وإيجابي. انت ايه اللي هتخزنه هنا؟ عرفت دور الذكر ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. اذكر 20 دقيقه كل يوم يغيروا حياتك، 1000 تسبيحه، استغفار 200، لا اله الا الله 200، 500 الباقيات الصالحات، 100 ذكر باسماء الله الحسنى. عيش بذكر الله من غير ما تبذل مجهود، صعب انك تصلح نفسك، هتتصلح لوحدك لان ده اللي تخزن في عقلك الباطن. يلا نذكر مع بعض. الحمد لله 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 الحمد لله
ومهما تزيد في حياتي الهموم أنا عبد لربي من الفجر هقوم عبودية بهمة تخلي حياتنا حياة وكل شدة تبقى ضوء النجاح.